بفتح طهران تحقيقا شاملا في الخرق الأمني الذي أدى لاغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية. صحيفة تليغراف كشفت أن جهاز الموساد الإسرائيلية وظف عملاء أمن إيرانيين من وحدة أنصار المهدي التابعة للحرس الثوري لزرع متفجرات في المبنى حيث كان يقيم القيادي البارز. فماذا نعرف عن الوحدة المسؤولة عن حماية كبار المسؤولين في إيران؟ فيلق حماية أنصار المهدي يعمل في مجال حماية الشخصيات منذ تأسيسه عام 1989 بعد محاولة اغتيال الرئيس الإيراني السابق أكبر هاشمي رفسنجاني عام 1979. كلف روح الله الخميني الحرس الثوري بمسؤولية حماية حياة مسؤولي النظام في مهمة كانت تقع سابقاً على الحكومة، وبناء على هذا التكليف تم إنشاء فيلق حماية الشخصيات، فيلق حماية أنصار الإمام. عام 1989 تم فصل فيلق حماية الشخصيات عن فيلق حماية ولي الأمر المسؤول عن حماية خامنئي، وتم تشكيل فيلق حماية أنصار المهدي. لدى إيران وحدات متخصصة لحماية رئاسة الجمهورية وكبار القادة العسكريين ومجلس الشورى وغيرها. أما مهمة فيلق أنصار المهدي فهي حماية الشخصيات والطائرات، ومنذ بدء عمل هذه الوحدة وحتى الآن تم تسجيل 15 محاولة اختطاف لطائرات إيرانية أحبطها الفيلق جميعها. فيما يشغل حالياً منصب رئيس أنصار المهدي العميد فتح الله جميري.